السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم غداء كامل مكمول او عشاء، عبارة على دجاجة محمرة معمرة من الداخل بالشعرية الصينية والكبدة بواحد لاصوص لي زوينة بزاف معتمدة عندي، زائد شلايض او كما كنقولوا لوردوف. كنتمنى تعجبكم اليوم الوصفة وتجربوها، واللي جربها يخلي ليا شي كومونتير. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم، نخليكم مع الكمالة تاع لا فيديو ومع المقادير والطريقة تاع التحضير. غادي نعطيكم المقادير تاع الدجاجه بالترميله ديالتها بكل شيء اللي غادي يخصكم في هذه الوصفه المعتمده ديالي. اولا عندنا بصله كبيره مقطعه طريفات صغار، الكبده تاع الدجاجه ديجا قبتناها سلقناها وقطعنا طريفات صغار، زويته العود. بالنسبه للطبزيره عندنا هنايا بزار هريسه سكنجبير، عندنا كذلك خرقوم وتحميره، موطارد قزبر معدنوس وملحه، نص حامضه، معلقه كبيره دانون وبلاصوص ديال الجيريان. ها هي تاع التاكوس، الا ما عندكمش تقدروا ديروا لاصوص الصوجا، والا ما كايناش ماشي مشكل. دجاجه اكيد دجاجه مغسوله وشعريه صينيه راقبتناها درنا عليها الماء طايب تنزلت مزيان وقطعناها طريفات، زائد فرماج حمر محكوك. نبداو اولا كنعصرو ديك اللي عندنا، نحيدو العليفه ديالها، كنزيدو عليها الطبزيره كامله كيف ما كتشوفوا اصلا عينك مزيان، كاين راكي عارفه القوام ديال الطبزيره كي يكونوا القياس. كنخلطوا مع داك معلقه كبيره ديال الدانون سوس وبلاصوص ديال الطاكوس اولا لاصوص الجيريان كما قلت لكم، الا ما متوفرش تقدروا تعوضوها بلاصوص الصوجا، والا ما كايناش ماشي مشكل، هي غير كتزيد واحد البنه في شكل وزائد واحد الحروره ديالتها كتجي زوينه. كما قلت لكم كنخلطوا جميع هاد العناصر هذه التشرميله اللي غادي نشرملو فيها الدجاجه مره دوقي ديك لاصوص تشوفي واش خاصها شويه الملحه. نشرملو الدجاجة مزيان من الداخل كذلك من الخارج، وانتي كتشرملي في نفس الوقت كتقبيها بدفارك اولا ديري ليها تقيبات بالموس باش تدخل ليها التشرميله للداخل. هذيك التشرميله نلوحوها نزيدوها على اللي شاطلينا، نزيدوها على ديك البصله اللي غادي نشحروا من بعد. هنا البصله ديالتنا زائد ديك التشرميله اللي شتو لي حنا قبيله من الدجاجه اللي شاطت، كنزيدو على داك القوام اللي خلينا شويه. الا كنتي استعملتي القوام كامل تقدري ديري قوام جديد، غنبجغو مزيان قزبر ومعدنوس، انا كنيبسو كنديرو فريكو، زائد زويته ديال العود. مره وانتي فاش تشحري هاد البصله دوقي شوفي الملحه. بعد ما نزلت لينا البصله
كنضيفوا الكبدة اللي ديجا سلقناها وقطعناها طريفات، كنستمروا في التحريك مزيان حتى كطيب لينا البصلة، كطيب لينا الكبدة، كل شيء مزيان. ثم كنضيفوا مراها دابا الشعرية الصينية. بالنسبة للشعرية الصينية كنضيفوا بشوي بشوي حتى كنضيفوها كاملة، وكنستمروا في التحريك. كما قلت لكم بالنسبة للشعرية الصينية انا ما كنستعملش ديك الشعرية الصينية العادية اللي مرسومة، ديك الزرقاء كثروا فيها الهضره وكثر فيها شحال من حاجه، كيقولوا كتشعل كتشعل العافيه وما عرفتش، واصلا هي ما فيهاش المذاق. يعني بالنسبه لهذه اللي كنستعمل انا الشعريه الصينيه ديال الروز، كتقولي قولي للمول الهري اللي كتشتي عنده الشعريه الصينيه قول عطيني الشعريه الصينيه ديال الروز، بنينه وفيها مذاق زوين وصحيه. وبالنسبه للثمن كنظن زيد على الاخرى غير بشي 2 دراهم ولا درهم ونص ما عقلتش. كنستمروا في التحريك كما قلت لكم، خاصنا ندوقوا باش نشوفوا الملحه واش خاصه ولا ما خاصهاش. كتعرفوا ان انا عزيز عليا الملحه، كنكثر الملحه، خاصه انا ملحه. هاكا صافي كنستمروا في التحريك حتى كنحسوا بكل شيء طايب، كل شيء واداب. ثم كنطفوا البوطه وكنحطوا المقله ديالتنا على جنب، بينما الدجاجه ديالتنا كتشرب شرميلتها و التشحيرة ديالتنا كتبرد، غادي ندوزو نصاوبو لوردوف. عندنا جلبانة مسلوقة، اللوبيا مسلوقة، بطاطس كذلك مربعات مسلوقة، باربة مسلوقة ومحكوكة في الحكاكة كما كتشوفو، وخيزو كذلك مسلوق ومقطع طريفات محيد منه القلب. بعد ما بردات لينا هذيك التشحيره ديالتنا كنزيدو عليها فرماج احمر وكنحركو من الافضل. نسيت ما قلت لكم بالنسبه للدجاجه هو افضل افضل بزاف الا بيتيها ليله كامله في الثلاجه، يعني غتشرب الشرميلتها مزيان. انا زربانه لذلك انتم كتشوفوا كشرملتها، يعني تقريبا يعني غير شي ساعه على موجد، وهاني غادي نستعملها. يعني ما عنديش وقت داكشي باش، اما صراحه قد ما كتبقى فيها الشرميله ديالتها وداخل كما قلت لكم كنثقبوها مزيان، كندخلوا لها الشرميله لداخل، قد ما كتجي بنينه اكثر. صافي حبيباتي دابا كنقبطوا الدجاجه، كنعمروها بديك التشحيره اللي صوبنا بالشعريه الصينيه والكبده، كنعمروها مزيان كما كتشوفوا هذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للسدان انا كندير عويدات السنين، وكاينين وحدين كيتبعوا بحال عويدات السنين كما كتشوفوا، راه ماشي هادو مدورين، هادو تيكونوا مفتحين وعراض كيتباعوا على قبل هكا. كنسدو بهم الدجاجه، ولا تقدري ديري الخيط والبرا وتخيطيها، ومنين كطيب راه كنزولوا داك الخيط. ها انتما كنظن هكا تيبان لكم مزيان. صافي كنسدوها وكنخليوها على جنب. حان الوقت باش ندخلو الدجاجة ديالتنا الفران، كنجيبو المون ديالنا وكنحطو الدجاجة كنحطوها على كرشها، لاصوص اللي بقات كنحطوها في الجناب ديال المونة ولا كنحطوها فوق الدجاجة بحال بحال، حيت اصلا ما غاديش نديرو الماء كاع، الدجاجة ديالتنا ما غاديش تطيب في الماء، غادي تطيب بوحدها بالماء ديالها، هي راسها غتطلق الماء. وراكم غتشوفوها في الفران غتقولو منين جا هاد الماء كامل، ولكن هذاك غير ماها غتطلق ماها وغادي تطيب فيه. صافي بالنسبه للشعريه الصينيه اللي بقات كنلويها في الومنيوم وكنحطها وحدها، ما تحطوهاش بوحدها لحقت غتقروش لكم وتقصح، كلكموها في الالومنيوم وحطوها. صافي كنغطيوها بورق الزبده حيت تيقول لك ما صحيش الومنيوم تغطي الدجاجه، داكشي باش يعني كنتفادوا الخطر. كنغطيوها بورق الزبده اولا ومن هنا كطيب مزيان، ثم كنغطيوها ببابي الومنيوم وكندخلوها للفرن. ها انتما كتشوفوا الطريقه كي دايره، كنغطيو هذاك المون كامل من الداخل. كما كتشوفوا راه ما ضفنا لا ما لا والو، هكا غادي يطيب. هذه الخضيره ديالتنا
اللي قبيله سلقناها وقطعناها طريفات، قبتناها شرمناها في المايونيز. بالنسبه للمايونيز المعتمد عندي اللي كان صاوب في الدار، اللي بغاني نخلي ليه فيديو على الطريقه ديالته والمقادير ديالو، كيجي هائل بزاف وزوين، يقولها ليا في كومونتير وانا غادي ندير ليه فيديو. نسيت ما ذكرت لكم الروز كلاصي. الروز كلاصي قبتناه سلقناه كيف ما كتشوفوا ودرناه في زليفات حتى شد الشكل ديال هذوك الزليفات، حطيناه في الثلاجه بعد ما زيتنا الزلافه تعطينا هذا الشكل هذا على شكل زليفه. تقدري ديريه في اي حاجه بغيتيها. قلبت عليكم الكاميرا. كتشوفوا الخضار كلها اوسموزين جوج، ما كنعطيتهم هنا اوسموزين ولا اوسموزين كنا كلاش زدنا وحده وحده والمايونيز ذوقنا به من فوق. اللي بغى غادي يجرب. حبيباتي هذه نهايه ديال لا فيديو ديالنا، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. الدجاجه بعد ما جبدناها من الفرن وشربت هذاك الماء كله، بقات غير شويه لاصوص خليناها باش نغمسوا فيها. بالنسبه للردوف حكينا قبطه بيضه سلقتها وحكيتها عليها، نتمنى تعجبكم وشكرا.